اهلا بيكم في حلقتنا اليوم مع اكله جديده ووصفه سهله ولذيذه. وصفتنا النهارده هنعمل مع بعض احلى جاتو زي ما انت شايفه كده، حاجه سهله وبسيطه. ننزل نشتري حبه ادوات من عند بتاع الحلواني ونعمل احلى جاتو في البيت، وهنعده بطريقه سهله وبسيطه تتماشى مع المبتدئين. بالنسبه لمقادير وصفتنا النهارده، عندي نص كيلو من دقيق الاسبونج، عندي 6 بيضه، معلقه كبيره من الخل، نص كوب من الميه الفتره، معلقه صغيره من محسن الكيك، نص معلقه صغيره من الفانيليا. المحسن والفانيليا دي اضافات من عندي، متوفره عندك دي فيها، مش متوفره مفيش منها اي مشاكل. طبعا دي الاسبونج بيكون موجود عليه كل الاضافات، بيكون عليه السكر، البودر، الفانيليا. انا ضفت بس الفانيليا علشان زفرت البيض، نكون ايه حريصين ان هي ما تكونش موجوده. وهبدا اضيف طبعا البيض، ودي الاسبونج مش هيحتاج ان انت تفصلي الصفار عن البياض زي الدقيق العادي. دي تعتبر خطوه برضو سهله جامد جدا بالنسبه للمبتدئين في عمايل الجاتوهات. هنبدا بقى نضيف البيض ونص كوب من الميه الفاتره عباره عن 100 مللي، وطبعا المقادير بتبقى موجوده عندكم في صندوق الوصف، ومعلقه الخل، ومعلقه محسن الكيك الصغيره، ونص معلقه صغيره من الفانيليا. هنبدا نضرب المكونات كلها مع بعضها كويس لغايه لما نحصل على قوام كريمي، ودي نقطه مهمه في نجاح دقيق الاسبونج معاكي. ضرب بقى متواصل. كده تمام، ادي القوام الكريمي اللي قلتلك عليه، يبقى جاهز بقى. انا بقى هجيب صاج وهدهنه بزيت وهفرش فيه ورق زبده، وبعد كده هحط كميه العجينه اللي عندي. انا النهارده عايزه اعتمد على اني ما اعملهوش في صينيه صغيره علشان ما يطلعش مرتفع معايا ويطلع طبقات ونقعد نقسم، لا انا عايزاه يطلع بسمك رفيع زي كيك السويسرول، يدوبك بس نقسمه من النص وبعد كده نبدا نزوق، وكده سهل جامد جدا. نديله خبطه كده او خبطتين وندخله فرن حامي على درجه حراره 180، بيقعد قد ايه؟ ما ربع ساعه لغايه نص ساعه، لانه طبقه رفيعه جامد جدا. وفي الاول وفي الاخر انت اللي عارفه نظام الفرن بتاعك. ودوت الكيك بعد ما استوى تمام، هبدا بقى اقلبه على الوجه التاني، وهنشيل ورق الزبدة. وطبعا الزيت عندك ساعدك انك تطلعي ورق الزبدة من الكيك بكل سهولة، بخلاف لو ما كنتيش حاطة زيت هتلاقي الورق بيطلع معاكي بصعوبة. ونشيل الطبقة اللي فوق ونشيل الطبقة اللي تحت ونغطيه لغاية لما يهدى خالص، وبعد كده نستخدمه. بعد كده هنبدأ نعد الكريمة اللباني. اهم حاجة يكون عندي مية متلجة زي ما انت شايفة كده. عندي كوب من الكريمة اللباني، ياخد على طول نص كوب من السكر البودر، وياخد كوب زي كوب الكريمه اللباني ميه متلجه، ودي نقطه مهمه جامد جدا. انا هعمل مقدارين، حطيت 2 كوب من الكريمه اللباني، هحط 2 مقدار من نص كوب السكر البودر، وهضيف كوبايتين من الميه المتلجه بنفس المعيار اللي انا عيدت بيه الكريمه اللباني. تمام، هنبدأ بقى نضرب كويس جامد جدا لغاية لما نحصل على قوام تقيل للكريمة هتشوفيه في نهاية الضرب. كده تمام، مجرد انك حصلت على القوام ده نبطل بقى علشان ما يتفصلش معاكي. شفتي بقى، انت تحاولي تنزليه تلاقيه ثابت كده، يبقى انت كده تمام. بعد كده هعد كمان مقدار من الكريم شانتيه. عندي كوب من كريم شانتيه، عندي 2 معلقة كبيرة من الكريمة البستري، وعندي معلقة صغيرة من الجيلاتين مع معلقة كبيرة من المية الدافية. هحط الجيلاتين مع المية الدافية ونقلب كله مع بعض كويس. طيب ليه انت بتحطي على الكريم شانتيه جيلاتين وكريمة بستري؟ لانها بتدي قوام احسن للكريم شانتيه بخلاف لو استخدمتيه لوحده. طيب الكريم شانتيه هتعمليه قد ايه مع مقدار الميه؟ ياخد على طول كوبايه ميه متلجه من نفس الكوبايه اللي انت عيرتي بيها الكريم شانتيه. النقط دي بتبقى مهمه جامد جدا وبتريح اي حد في الاستخدام لما يكون في البيت. ضفت بقى كل الاضافات، ادي كوبايه كريم شانتيه عليها 2 معلقه كبيره من الكريمه البستري، معاها معلقه جيلاتين، معاها كمان كوبايه كبيره من الميه المتلجه، وحطيت ربع كوب كمان، الربع كوب دوت للكريمه البستري. تمام، هنبدا بقى نقلب كويس مع بعض. مجرد ان القوام عندك تقيل وبقى بالمنظر ده تيجي تعملي كده ما يقعش منك اي حاجه، كده خلاص كفايه علشان ما يفصلش معاكي.
وادي الصاج بتاعي قسمته نصين، وعملت كمان مقدار تاني بالكاكاو وبالفانيليا. هنبدا بقى ناخد نص الصاج زي ما انت شايفه كده، وده محلول سكري. عباره عن ايه المحلول السكري دوت؟ عباره ممكن تستخدمي ميه الكمبوت، ممكن تستخدمي كمان ميه بسكر وعليها عصر ليمونه، ممكن تستخدمي ميه بالمربى وتظبطي السكر بتاعها كده تمام. واهم حاجه ما تضيفيش منه كتير علشان ما تهريش الكيك اللي موجود عندي. وهنبدا بقى نجيب كيس حلواني حطينا فيه الكريمه، وهنبدا ننزل بالطريقه ديت. طبعا احنا بنفرده بعد كده، بس هي بس بتبقى ايه نوع من انواع السهوله في وضع الكريمه على الكيك. تمام بقى نبدا نسويه. تمام هنبدا بقى نجيب النص التاني من الكيكه. طبعا هو ايه في حبه تشققات كده نتيجه بقى ان احنا نقلنا كتير علشان التصوير، بس مفيش اي مشاكل، بنحط على طول عليه المحلول السكري مع الكريمه وكله بيمسك في بعضه وكله بيبقى تمام، مفيش منه اي مشاكل كده تمام. ونحاول بس الحواف نحط عليها شويه من المحلول السكري لانها بتبقى ناشفه شويه. نبدا برضو نجيب الكريمه ونحطها ونسويها. المرحلة دي بعد ما نسويها على طول على التلاجة، ما نعملش حاجة فيها غير ان احنا نحطها في التلاجة تجمد شوية زي ما انت شايفة كده، عشان نعرف نقطع بقى ونشكل زي ما احنا عايزين. هبدأ بقى انا اقطع الحواف، عشان طبعا هنعمله جاتوه لازم بقى ايه يكون الشكل دوت بتاع التقطيع بالمنظر دوت. نبدأ بقى نقطع الحواف من جميع الاتجاهات. نبدأ بقى نقطعه من النص كده، بقى نجيب حاجة نشوف بقى يعني ايه، نحاول نخلي الخرط كده متساوية مسطرة حاجة. بعد ما قطعنا بقى نعمل اي اشكال تقدري تعمليها او متوفرة عندك في البيت، الموضوع سهل جدا وبسيط صدقيني، مش محتاج اي حاجة، وعملناه بادوات بسيطة جامد جدا، اعتقد ان هي متوفرة في كل بيت. وبدأنا بقى نحط الفاكهة، انا اخترت المانجا، فاكهة الموسم دلوقتي متوفرة في كل في حتة يعني، طبعا على راحتك. تزويق ووضع الفاكهة دي حاجة حسب الرغبة وحسب الحاجات المتاحة عندك. ونبدأ نحط كرز كده على الشكل اللي احنا عملناه. وعندي بقى ايه كمان ملمع، إيه لو متوفر عندك حطيه، وخاصة لو عارفة ان الكيك ممكن يبات عندك في التلاجة، ده بيحافظ على لون الفاكهة اللي موجود عندك. متوفر إيه حطيه، مش متوفر مفيش منه اي مشاكل، بس يعني على قد ما نقدر بنحاول نعمل حاجة شبيهة باللي برا. بس انا عايزة اقولك ان هي طلعت احلى من اللي برا، مش في الشكل لا، في الطعم، بجد الطعم طلع رائع جدا. دوت مقدار تاني انا عملته برضو نفس الطريقة، نحط المحلول السكري وما نكترش زي ما قلت علشان ما يتعجنش معاكي الكيك. ونبدأ نحط الكريمة. ونفرد بقى. كده تمام. انا هنا عملت المقدار دوت بالفانيليا اللي هو الكيكه الاولانيه بيضه يعني، وعملت الثانيه بالكاكاو نفس برضو المقدار. كل الموضوع ان انا ضفت معلقتين كاكاو خام، وادي كيكه الشوكولاته. نبدأ برضو نحط المحلول السكري ونحط الكريمة. ونفرد بقى كويس. وعملت كمان شوكولاتة سايحة، حطيت
كام قالب من الشوكولاتة في حمام دافي، وضفت له مكعب من الزبدة وربع كوب من اللبن، كله ساح مع بعضه. وبعد كده هبدأ أسقي بيه الكيكة اللي موجودة عندي. محاولش اعمل اي حاجة، احاول بس اجيبها شمال ويمين عشان الشوكولاتة تتفرد على جميع انحاء الصينية. كده بقى الصينية جاهزة، هدخلها في التلاجة تجمد شوية وبعد كده اشتغل فيها. هنبدأ طبعا، انت انا جبتها لك بالمنظر ده علشان اقولك ان انت ممكن تشكليها وتزوقيها وتعمليها تورته. انا النهارده هعملها جاتو، فهبدأ برضو اقطع الحواف زي ما انت شايفة كده. وطبعا الحواف دي احنا بناخدها وبنعمل منها احلى بولات جميله جدا بالفاكهه بقى، طبعا لو كانت بالكريمه وبتاعه الشوكولاته برضو بنزينها بالشوكولاته بنعمل منها احلى بولات. يعني في الاخر هي ما بتترميش، تبقى طعمها لذيذ جامد جدا وجميله. نبدا برضو نقسم عندي الكيك قطع متساوية علشان تطلع قطع الجاتو متقاربة من بعضها، تكون جنبك بقى مسطرة تحاولي تشوفي العرض والطول كام وتقسمي. تجيبي برضو كريمة وتشكلي برضو اي اشكال انت عايزاها، كل الحاجات دي سهلة وبسيطة جامد جدا. نجيب قرص ونزين بيه. بعد كده نبدأ نحط شوكولاتة ونزين بالشوكولاتة كده في النص زي ما انت شايفة. كده تمام، وبكده نكون عملنا احلى جاتو في البيت، حاجة سهلة وبسيطة وطعم بجد بجد جميل جدا جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، يا رب الحلقة تكون نالت إعجابكم، سعدت بيكم ومعاكم. كانت معاكم نادية فايد من مطبخ بيتزا شيف، دمتم في رعاية الله.